بتحضر ازاي بقى الموسم الصيف؟ يعني الصيف والحفلات وانطلاقه كبيره طول الصيف، ولسه احنا الصيف مكمل هنا خصوصا في مصر، انت عارف احنا بنقفل متاخر شويه في الصيف. عرفت مؤخرا بصراحه، مع انه انا بجي على مصر من 25 سنه، بس دايما في انه ما شاء الله بيسهروا كتير وبيحبوا السهر كتير. شوي انا بلبنان بطلع بدري على المسرح وبخلص بدري وبصحى بدري، بس هون بمصر تعودنا طبعا على السيستم. ان شاء الله بيضلوا فرحانين ومبسوطين وبيهيصوا وبيفرحوا وبيسهروا، شو بدنا احلى من هيك. حفلات في مصر ليها مذاق مختلف، تفاعل الجمهور المصري معاك وفي الوطن العربي عموما، كل الناس بتحب رامي عايش، تحب اغاني رامي عايش، وانت لسه حلوين مكسرة الدنيا، فبتبقى شايف ده ازاي؟ ببقى فخور فيه. يعني لما بتروحي على لبنان بتلاقي مثلا حب الناس لك، هذا شيء بيفرح لك قلبك. بس انا الي وقت طويل انا بمصر وبحس حالي مصري، صدقيني يعني انا بحس حالي مصري بمصر، لانه بيتعاملوا معي على اني ابن البلد وبيحبوني هذا الحب الحقيقي والحب متبادل طبعا. فهذا شيء بفرحني كثير وبيعطيني حافز دائما لاعطي اكثر، وبحب انهم بميزوني انه انا شخص بقدر غني طرب، بس بذات الوقت بنقدر نعمله بستايل يونج جينيريشن. والشعب المصري بعده سميع هدير، صدقيني بعده سميع كتير ومتمسك بالطرب، ولكن طبعا الفن موجات، في موجة بتروح وموجة بتجي.